يواصل سماسرتون على صلة بالجهات الأمنية لدى النظام جنيهم لأموال طائلة من سوريين اختفى أبناؤهم في معتقلات النظام، ويريدون الحصول على أي معلومة عنهم. شهادات لذوي المعتقلين نقلها موقع تلفزيون سوريا قالوا فيها إنهم رغم تعرضهم للابتزاز ودفعهم لمبالغ باهظة فإنهم لم يحصلوا على أي معلومات مفيدة، طبعا فضلا عن خوفهم من الملاحقات الأمنية في حال تقديمهم شكوى ضد من يبتزهم، ليتحول الأمر برمته إلى تجارة رأسمال الأساسي عواطف الناس ومأساتهم. سنتوسع عفوا أكثر في هذا الملف ولكن بعد متابعة القصة الآتية. وسيلة إضافية للنظام وأعوانه للتربح من السوريين، هذه المرة عبر ابتزاز ذوي المعتقلين المتعطشين لأي خبر عن أبنائهم بهدف سحب المزيد من الأموال منهم. عمليات نصب واحتيال علنية دأب سماسرة منذ 10 أعوام وحتى الآن على القيام بها عبر ظهور كطرف ثالث لوصل الأهالي مع الجهات الأمنية المتعاونة مع هؤلاء السماسرة بهدف مزيد من التربح والتكسب ومن دون تقديم أي معلومات جدية عن المعتقلين. شهادات عدة نقلها موقع تلفزيون سوريا لذوي معتقلين قالوا فيها أنهم قاموا بحرمان أنفسهم وأبنائهم من الكثير لتوفير المال ودفعه لأحد السماسرة بهدف الوصول إلى أي معلومة عن أبنائهم، إذ نقلت إحدى والدات المعتقلين أنها منذ ما يزيد على عقد تبحث عما تبقى من ابنها ودفعت مقابل ذلك ما يزيد على 14 مليون ليرة لكن دون جدوى. لا يجرؤ من تعرض للابتزاز على تقديم أي شكوى ضد من قام بابتزازه خوفا من الدخول في متاهات أمنية جديدة مع النظام، رغم أن التربح من هؤلاء وسرقتهم سجل أرقاما قياسية وصلت إلى ما يزيد على 2 ملياري دولار لمعتقلين ومختفين قسريا. بعد عقد كامل وإلى اليوم ما زال التكتم والتعتيم يحيط بملف المعتقلين السوريين من كل جانب، وبدل أن يتم الضغط من قبل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على النظام لإطلاق سراحهم والكشف عن مصيرهم، ها هو يتخذهم وسيلة لجني المال. فإلى متى سيبقى هذا الملف جرحاً مفتوحاً على مصراعيه في قلب كل عائلة سورية من دون الأمل باندماله في يوم من الأيام؟ ينضم إلينا جلال، الحمات حقوقي في منظمة العدالة من أجل الحياة من غازي عنتاب، أهلا بك. يعني قصص كثيرة عن أهالي المعتقلين تعرضوا للابتزاز ودفعوا أموال وسمعنا فيها كثير، إذا ممكن تعطينا لمحة عن بعض هذه القصص اللي سمعت فيها. جلال عم تسمعنا؟ جلال الحمد هل تسمعوني الآن؟ إيه عم نسمع. تفضل. مساء الخير. الحقيقة أن النظام يستخدم هذا الابتزاز بشكل منظم وعلى مستوى حكومي عالي، وليس فقط بقضية المعتقلين والمفقودين والمختفين قسريا، ولكن أيضا بالنسبة للأشخاص الذين تم الاستيلاء على منازلهم أو أملاكهم. أيضا يتم ابتزاز الأشخاص حتى المؤيدين، وأغلبهم من المؤيدين للنظام من أصحاب رؤوس الأموال، وعلى كما ذكرت على مستويات عالية، يعني إتاوات عم يأخذ منه. مش إتاوات، يا ريت، يعني مسؤولين حكوميين بارزين ورفيعي المستوى يقومون باعتقال أو بالأمر باعتقال تجار أو أصحاب رؤوس أموال كبيرة في محافظات مختلفة، في دمشق، في حلب، في الرزور، في حمص، ويطلبوا منهم بشكل صريح ومباشر ومن دون وسيط أن يدفعوا مئات الملايين الليرة السورية لدعم، على سبيل المثال، صندوق دعم الشهداء كما يسمى أو مؤسسات أخرى. وبالتالي الابتزاز يمارس في من قبل النظام السوري بشكل منظم. سألتك أنا يعني بداية إذا كنت تعطينا بعض الأمثلة عن قصص يعني نخبر فيها المشاهدين. نعم نعم نعم، الحقيقة نحن في 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 في, في عملنا وثقنا عديد القصص التي وهي يعني قريبة من بعض. أحد الأشخاص الذي يعني يقول أنني على استعداد أن أدفع
أن أبيع منزلي وأسكن في الشارع فقط لأعرف معلومة، حتى صحيح. لو كانت هذه المعلومة أن المعتقل اللي هو ابنه اللي هو ولده، حتى لو كانت المعلومة أنه ميت، ولكن فقط أريد أن أعرف مصيري، مصير ولدي. إذا موجود في المعتقل أو عايش أو ميت، نعم هي فقط معلومة. هذه القصص يعتاش أو يستغلها الأشخاص اللي موجودين في فروع الأمن وعلى مستويات عالية، يعني على مستوى رؤساء فروع الأمن وليس على مستوى عناصر أو أشخاص في مستويات قيادية متوسطة أو صغيرة. نعم. عملية الابتزاز هذه في كثير من الأحيان من يقوم بالابتزاز لا يعرف أي معلومة، هو يعد وأحيانا الوعود تأخذ سنوات وهو لا يعرف أي معلومة. بعض الأشخاص لا يمارسون هذا العمل بشكل مباشر من رجال الأمن والعسكر، يقومون بالتواصل مع محامين، المحامين الذين يعملون في مناطق سيطرة النظام، طبعا جزء من المحامين وليس كل المحامين، أيضا يقومون بالسمسرة، ويقومون أيضا بكون المحامين لديهم علاقات واسعة، كون المحامين أهالي الأشخاص المعتقلين يقومون قد يلجأون إليهم للأسف. يعني سيد جلال، يعني بالنهاية في كثير حالات شهدناها منذ بداية الثورة وبداية الاعتقالات، يعني يكون هناك في كذب، يعني يكون المعتقل قد استشهد وبعدين أنه لا هو موجود مقابل مبلغ من المال. تطرقت لنقطة ذكرت فيها أن الموضوع يبدأ، موضوع السمسرة يبدأ من قبل الاعتقال، يعني هناك نية ربما لأحد العائلات أو لتجار معينين ثم تبدأ عملية الابتزاز، صحيح؟ يعني احيانا تبدا عمليه الابتزاز، يعني يتم التحضير لها، يعني يوعد الشخص الموجود خارج مناطق النظام في مناطق النزوح بان يمكنك العوده، من ما في عليك اي شيء، انت غير ملاحق امنيا، يمكن لك العوده بامان، العوده الى منزلك. هناك تخطيط مسبق، بمجرد عودته لا يتجاوز الاسبوع. من يقوم بإطلاق الوعود هو لا يتدخل بعملية الاعتقال، يتدخل طرف آخر أو جهاز أمني آخر، وهو ثم شبكة من أطلق أساسا الوعود بعملية المفاوضات والاتفاق على السعر. أحد الحالات التي وثقناها، أحد الحالات عن امرأة كانت معتقلة في، أعتقد كانت في فرع فلسطين، قالوا لأهلها أنها على قيد الحياة وسيتم الإفراج عنها خلال مدة قصيرة، قبل تسليم المبلغ بقليل تم إبلاغ أهلها من المعتقل أنها متوفية، وكان المبلغ عالي جدا، يعني تحدث عن 10 مليون أو أكثر بالنسبة للسوريين في الداخل، هو مبلغ عالي جدا طبعا. وبالتالي هناك عملية تخطيط وهناك عملية منظمة جدا للاستثمار، لاستغلال كل أشكال معاناة السوريين من قبل السلطة الحاكمة في دمشق وعلى مختلف المستويات، وخصوصا في ملف المعتقلين الذي تستخدمه هي فرصة. يعني سيد جلال للنظام، يعني لم يترك هناك أي فرصة لمص دماء الشعب، واليوم التلاعب بأمل مقابل المال. طيب اليوم لمن يلجؤون هؤلاء؟ يعني هناك تخوف كبير من تقديم الشكاوى، يعني وأظن ليس لها أي صدى. لمن يلجؤون اليوم كونك يعني حقوقي في منظمة العدالة من أجل الحياة؟ من هي الجهة التي يمكن أن تساعد هؤلاء؟ الحقيقة الموجودين في الداخل ليس لديهم خيارات كثيرة، أو دعنا نقول أن ليس لديهم خيارات أطلاقا غير الانتظار أو التجاوب بعض الأحيان مع وعود السماسرة. ولكن ما يحدث خارج سوريا بالنسبة للمنظمات الحقوقية والنشطاء وأهالي المعتقلين الموجودين في دول اللجوء، الحقيقة الحشد الذي يقوم به، بعض الشكاوى التي تقدم أمام المحاكم الاتحاد الأوروبي، التوثيقات والشهادات واللقاءات التلفزيونية وحملات المناصرة، حقيقة تجعل دائما القضية موجودة، وبالتالي تبقي هذه القضية ملف للضغط على النظام، وحتى الضغط على كل من يريد أن يسوق للنظام ويعيد تسويق النظام ويريد أن يطبع مع النظام وغيره من هذه الأطراف. الموجودين في الخارج يقومون بجهود أنا باعتقادي أنها جهود عظيمة جدا، صحيح أنها لا تتناسب مع حجم المشكلة الكبيرة، مشكلة أزمة المعتقلين الموجودين في سجون النظام بالآلاف، ولكن هذه جهود أعتقد أنها جهود مهمة، ولا يوجد، يعني لا يوجد خيارات أخرى الحقيقة أمام السوريين لإبقاء هذه القضية ساخنة
وعلى الطاولة. نعم. نعم. من ضمن القصص أيضا التي قرأتها على موقع تلفزيون سوريا قصة أم عبد الله، ابنها أيضا معتقل وتواصلت مع أحد السماسرة. يعني للأسف ظلوا يماطلوها وبعدين طلبوا مبالغ على أساس هي تحكي مع ابنها، بالأخير طلع ابنها متوفي يعني، وسمعوها صوت شخص وطلع هو مش ابنها ولا شيء، ودفعت ملايين الليرات. وآخر شيء قالت يا ريت يعطوني، بعد ما عرفت أنه توفى ابنها قالت يا ريت يعطوني اتياب ابني وبدفع لهم قد اللي دفعته. يعني شوف حرقة القلب. بس اللافت للنظر أنه كانت تدفع المال قبل كل عفو رئاسي تقريبا، يعني هل هذا الموضوع مدبر برأيك؟ هل هذا العفو قد يكون مدبرا لجمع المال من هؤلاء الأهالي؟ يعني عملية الابتزاز الطويلة حتى الآن أكثر من 10 سنوات وعلى مستويات قيادية عالية في الجيش والأمن وحتى في المؤسسات المدنية التابعة للنظام، أعتقد أنها مدبرة ومنظمة. ويعني ليس لدي دليل الآن، ولكن أعتقد حتى مؤسسة الرئاسة تعلم تماما إذا لم تكن متورطة بشكل مباشر بكل عمليات الابتزاز المسؤولين في مؤسسة الرئاسة السورية. المحزن في الموضوع أن عملية ابتزاز هذه المعتقلين والمفقودين أيضا بدأت تتمدد إلى خارج مناطق سيطرة النظام. يعني حتى في مناطق النزوح يتم ابتزاز أهالي المعتقلين ونسائهم، وأحيانا لا يكون الابتزاز مالي، يكون أبشع من ذلك عندما يرون أن الأخت أو الأم أو إلى آخره تريد أي معلومة كانت كما ذكرت حضرتك، لو ثياب ابنها. عملية الابتزاز هذه نوع من أنواع، أصبحت نوع من أنواع الموارد خاصة بعد عقوبات قيصر يعني الضيق المالي الذي تعرضت له بعض الجهات العسكرية، خصوصا الجهات أحيانا غير رسمية الداعمة لقوات النظام وقوات الأمنية التابعة له. وبالتالي مع استمرار وطول مدة الحرب السورية وعدم إيجاد حل جذري، ودائما ما يربط النظام هذه القضية المعقدة بقضية الحل السياسي وهو لا يريد حلا سياسيا كما نعلم، استمرار هذه عدم وجود حل سياسي، استمرار هذه الأزمة، يعني نحن أمام الحقيقة كارثة قد لا تظهر. للأسف يعني أصبحت هذه الحالة هي مصدر للأموال للنظام، مصدر آخر من المصادر التي يتبعها اليوم ضريبة إعادة الإعمار وغيرها التي يتبعها. يعني وللأسف يعني ما عم تكون في أي نتيجة للأهالي غالبا. نصيحتك جلال لأي عائلة لأي أم لأي أب يتعرضون لهيك نوع من الابتزاز مقابل أنه يسمعوا صوت ابنهم أو يعرفوا أي معلومة عنه؟ الحقيقة يعني لما تتكلم مع أم أو زوجة يعني لا تستطيع أن تقول لها لا تتواصلي مع السمسار. في الكثير من العوائل يعلمون أنه كاذب، ولكن يعني يتعلقون بقشة. ولكن أنا نصيحتي أن لا يتم التواصل مع هؤلاء، لأنها هي عملية ابتزاز كاملة، وهي لا تهدف على الإطلاق إلى خدمة عوائل وأهالي المعتقلين والمفقودين والمختفين قسريا. ودعوتي الثانية لمن يستطيع أن يوثق، لمن يستطيع أن يحصل أي معلومة، أن يبقي على هذا التوثيق ويحافظ على هذه المعلومات. هناك أيضا لجان دولية وجهات دولية أممية، وإن كانت لا تلبي كل طموحات السوريين ولكنها موجودة، وهذا هو الخيار المتاح الآن، يمكن لها على أمل الاستفادة منها في المستقبل. نعم لأن هذه الخيارات المتاحة الآن. فأيضا أنصح بأن يتم التواصل مع الجهات ذات المصداقية الحقوقية. شكرا جزيلا لك، أشكرك جزيل الشكر جلال الحمد الحقوقي في منظمة العدالة من أجل الحياة، كنت معنا من غازي عنتاب على هذه المعلومات. شكرا لك. في فرعن يقال له البادية في مدينة تدمر سجن مدة سنة وسبعة أشهر ليفقد على أثر التعذيب الرؤية بعينيه بالكامل، مع إعاقة في قدمه اليمنى وتشوه كبير وعدم القدرة على الإنجاب. قبل السجن كان يعمل في ديكور جبسين ليحرمه النظام من عمله، ومنذ 6 سنوات خرج إلى تركيا بعدما نزح إلى مدينة الباب منذ 4 سنوات، لكن الأطباء أجمعوا على أن علاجه موجود فقط في أوروبا، يتمنى أن يتم إخراجه ليستعيد نظره.
بتاريخ 20/6/2013 كنا قاعدين بغرفة ودخل علينا رجل، وكنا نتمنى أي شخص بهاي الغرفة ما يطلع، لأنه من طلع من هاي الغرفة بيعرف حاله ما راح يرجع. والرجل هاي طمشني وطلعت، وطلعت مطمش وظليت مطمش محطوط الطماش على عيوني طول عمري. أنا اسمي أنس محمود الصليبي، تولد 1985 من مدينة تدمر. أنا كنت أشتغل معلم ديكور جبصين. في أحد الأيام بتاريخ 26/5/2013 كنت راكب سيارتي على أحد الحواجز في مدينة تدمر، قام أحد العناصر بالمخابرات العسكرية بأخذي الفرع، قال لي بس شرط 5 دقائق سؤال وجواب، والسؤال والجواب دام 7 شهور. هاي 7 شهور ظليت فيهم 43 يوم بالفرع، فرع البادية بتدمر. يعني اللي شفته العذاب واللي المرار اللي ذقته بالفرع ما شافوا حدا. كنا ما نتمنى ان واحد يطلع من الفرق من هي الغرفه، لان اذا واحد طلع من الغرفه بيعرف حاله ما راح يرجع. وعذاب شديد، يعني عذاب ما بتصوره الانسان. وامور كل ما اتذكر موضوع ضرب الكهرباء وضرب هي الكبل عرضه هيك، يعني كان يسموه ابو غضب، يعني يضرب على جسمي ما بتصور ان انسان. اذا بدي احكي ان الشعور ما حد بيشعر فيه غير اللي عم ياكل ضرب الكهرباء او عم ياكل ضرب هاي الكبل. وكان المحقق اللي هو اسمه قصي الجهني هو اللي كان يحقق معي واثر التعذيب، وهو يعذبني ضربات الكهرباء، وكل ما اتخيل او اسمع صوت الكهرباء بصير فيه شعور بقلبي ما لا يوصف. نقلونا على الفرع 91 بالشام. فرع 91 قاعدين عم ناكل، كان صديقي جنبي ما شفته غير ارتكى راسه على كتفي. انا فكرت غيمه او اشي، عم فيقه مزحته هيك ولا واقع بالارض ولا شخص مات. مات من الصدمه النفسيه اللي فيه، مات من العذاب من الاذى اللي كان يتاذاه هو. وظل أربعة أيام بالحمام وما حد طلع عليه، ولا حسنا إن نخبر السجان إن في شخص ميت. حتى أجا وشافه حولونا على سجن عذرة، فت على المشفى أثر الضرب على الأعضاء التناسلية، فقدني الإنجاب. وأثر الضرب كمان على راسي بالكهرباء وبالعصي، فقدني نظري. وأثر التعذيب الشديد كمان أصبحت عاجز برجلي اليمين. إنسان طبيعي كان ما في شيء، أنا معلم ديكور جبصين حكيت أول شيء، وما كان في شيء بنوب، بس آخر شيء تفاجأت النور ذهب من عيوني، رجل ما عاد أحسن أمشي عليها. العذاب اللي ذقته بالسجن ما لا يوصف. لا يوصف لا يوصف، يعني إشي ما بعرف شو بدي أحكي شو بدي أقول، ما بعرف شو يعني اللي بدي أوصلكوا لهالموضوع، إنه مشان تحسوا بهالإحساس اللي حسسته ما في شيء، ما في حكي بوصلكوا لهالإحساس اللي كنت حاسه، هالعذاب اللي تعذبته، هالمرار اللي ذقناه بالسجن، هالأكل اللي كله ناكله والبسس ما بتاكله. وخرجت من السجن، رجعت على مدينة تدمر، تزوجت وعشت فيها. بعدين عاد خرجنا إلى الباب، من الباب طلعت على تركيا، عملوا لي عملية لعيوني، قالوا ما يعني إن شاء الله إذا بدك ربك رب العين إن شاء الله برد لك نظرك، إذا يعني نظرك بدي يرجع بدك بأوروبا، ما لك علاج عندنا. وبدع لي رب العين إن شاء الله تعالى يسر لنا أمورنا لأوروبا، أعمل عملية لنظري، يرتد نظري، أشوف النور.